مرة حبيت، أول مرة خبيت، طب أول مرة طبخت ياكي البازي عكيت. هي أحلى وأجمل لحظة بتبقى أول كل حاجة مع دنيا صلاح دلوقتي على نغم أف أم. مساء الخير والسعادة على كل مستمعي نغم أف أم 105.3 في يوم جديد من أيام الشهر الكريم وحلقة جديدة من برنامجكم أول كل حاجة. أول كل حاجة يعني البدايات، والبدايات دايما ذكرى عمرها ما تتنسي بحلوها ومرها. تعالوا نتعرف على بدايات ضيفتنا النهاردة وأول كل حاجة في حياتها عاملة إزاي. ضيفتنا اللي منورانا النهاردة النجمة وفاء عامر. يا وفاء كل سنة وانتي طيبة ورمضان كريم. وانتي طيبة يا أول أحلى حاجة شفتها من صلاح عبد الله، يعني صلاح عبد الله طبعا استاذنا كلنا، كنت بشتغل معاه روايه واتفاجئت بيه انه جاي مزقطط ومبسوط. فقال جات لي الدنيا، فقلنا جات لك الدنيا ايه يعني، جت جالك الدنيا جت، فاتريها دنيا صلاح عبد الله. يا حبيبتي ربنا يخليك. انا اسمع من اوائل الناس اللي سمعت خبر مجيئك يعني الحقيقه. طبعا فوفا مش عايزه تكبري بقى الكلام ده يعني، بس انا برضو كنت صغننه جدا جدا. أيوة. جدا جدا. حبيبتي كل سنه وانتي طيبه ورمضان كريم. وانتي طيبه يا روح قلبي، ربنا يخليك يا رب. لو طلبت منك اول حاجه تسرحي لحظه في جمله اول كل حاجه، اول حاجه جت في بالك ايه؟ اول حاجه جت في بالي امتى. امتى ايه يعني؟ يعني السؤال انك عايزاني اقولك اول حاجه جت في بالي امتى؟ بتفكري انا هسالك اول حاجه امتى. امتى؟ دلوقتي ولا من نص ساعه ولا من 10 ساعات ولا من سنين ولا من 20 سنة ولا من 25 سنة؟ كلهم هنتكلم في كلهم. طيب لو اول حاجة فكرت فيها وانا صغيرة كانت امتى هخلص المدرسة. امتى موسم المدرسة هيخلص؟ ده اللي انت كنت طول الوقت اول ادراك. اول ادراك فشلة. مش عايزة مدرسة. لان كانت عندنا مدرسة بتاعت عربي كانت عصبية دايما، كانت تزعق فكرهت العربي. والعجيب ان هي اللي خلتني حبيت العربي بعد كده. عملت ايه؟ انا ما بجيش وده اللي دايما اقوله، ما بجيش بان حد ينهرني او يزعق لي او بالامر او بالامر. اجي دايما بالطبطبه. فلو كل واحد فينا طبطب على حد بيعمل حاجه مش في مصلحته او حاجه غلط او مش مظبوطه، صدقيني هنبقى كسبانين كتير قوي. عرفت تجيبك. ايوه عرفت سكتك. اول ما طبطبت عليا بعد ما كنت مثلا بجيب 0 في الاملا، انا فاكره كويس قوي جبت 8 من 10. طيب. 8 من 10. فراحت قالت لي طب تعالي، افتكرتني غشيت. انا ما بعرفش اغش اصلا، ما بعرفش. فقالت لي طيب اقعدي همليكي تاني. فكانت هي صلحت، فانا شفت التصليح. فبس لقطت بعيني فجبت 9.5 من 10 كمان. فقالت سقفوا لها، فبقيت حريصه اني ما اخسرش التشكيع. ليه معنى كبير اللي بتقوليه؟ طبعا يعني وراء معنى كبير. طبعا في أوروبا والعالم المتطور يظل وراء الفاشل إلى أن يصبح مش بس ناجح، أكثر نجاحا يعني مخترع. يعني فاهمة؟ أنا مش حضرني قوي المثل لكن هو كده. طب خليني أبدأ معاكي يومك من بدايته. النجمة وفاء عامر أول ما بتصحي من النوم أول حاجة بتعمليها إيه؟ بفتكر ربنا، عشان لو افتكرت ربنا مع اول فتحه عين صدقيني ربنا هيكرمني قوي، وهبقى بتقي ربنا في ابني، في جوزي، في عملي، في الناس اللي بقابلهم في الشارع، في اللي حد عايز مني نصيحه. اول مشروب بتحبي تشربيه الصبح؟ شاي بلبن. يعني احب قوي الشاي بلبن. اتربينا عليه الصبح مع الفول، مع طبق الفول، طبق الطعميه، طبق السلطه او الترشي. حلو الكلام ده، بس احنا في رمضان. بس انا صايمين دلوقتي. انا بعدت شويه طبعا عن الطعميه والفول كتير والترشي والكلام ده اللي بيعطش وبياكل قوي. بيجوع قوي. بعد شويه تلاقي نفسك بعد مثلا 6-7 ساعات عايزه تاكلي اكتر. الاكل اللي يفتح النفس طبعا. فاكره اول اجر خدتيه كان كام؟ كان 150 جنيه وكان التلفزيون المصري. وكانت كنت بعمل 3 حلقات في ليالي الحلمية، كان الجزء الأخير. طبعا عرفته ده من كام سنة. أستاذ إسماعيل عبد الحافظ. عملتي بيوم إيه؟ دفعتهم إيجار البيت اللي أنا كنت قاعدة فيه. كنت واخدة أوضة ورا المعهد عند الفراشة بتاعت المعهد. ما تبرقيش، أنا بقول اصل مش هقعد اقول بابا وماما انا. لا. شكل الناس بالزبط. ومش مش بعمل كده علشان، لا دي الحقيقه.
ما احبش ان حد يبقى بيسمعني انا عايزه اقول يقول انا عندي بيت حلو في اسكندريه واهل جمال وكل حاجه، لكن اعتمدت على نفسي منذ الصغر. طبعا، وده شرف كده يعني. يمكن سؤال الاجر ده لو منه نوستالجيا وبنهزر وبنفتكر حاجات حلوه، بس هو منه مغزى تاني وفاء، عشان الناس ما تفتكرش انه النجوم الفلوس الرقم، لا ده بعد سنين. دنيا انا زعلانه قوي، زعلانه وطلعت في التلفزيون قلت لزمايلي ابوس راسكو ايديكو قولوا الحقيقه بالظبط. الناس بتكره الفنان وبتكره انهم يعني وبتكره الفنان تحديدا اللي بيبقى بيقول لهم انا هنا انا عملت انا باخد 100 مليون و50 مليون، فيش الارقام فيش الكلام كذب. كذب. الناس فهمت من من اللي احنا بنقوله. تسمعوا أول كل حاجة مع دنيا صلاح على نغم أف أم. النجمة وفاء عامر، خير رجعك تاني. فاكرة أول حصة كنت بتحبيها في المدرسة؟ أول حصة بحبها في المدرسة جدا 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 هما حصتين، الموسيقى والألعاب. الموسيقى والألعاب. أنا بقول الألعاب علشان أنا مدارس وزارة. مدارس وزارة أتمنى تبقى زي مدرستي اللي أنا تربيت فيها. كان فيها الموسيقى، كان فيها الألعاب، حصتين ألعاب في الأسبوع، وحصة موسيقى كانت بتبقى 90% يوم الخميس، وبتبقى الحصة الأخيرة، فببقى ماشية بغني مبسوطة ومبسوطة وعايزة أرجع للمدرسة تاني، فيها ترفيهية بالظبط وروح حلوة. طب فاكرة أول أغنية كنت بتحبي تدندنيها كانت إيه؟ أول أغنية كانت مش هتصدقي، وكان مدرس الموسيقى بيحط الكتاب ما بينه وما بين الأكورديون، وكان بيعزف عظيمة يا مصر يا أرض النعم، الله يا مهد الحضارة يا أرض الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر. صدقيني بصي، أنا مش علشان بسجل معاكي، أنا بحب مصر قوي، واللي حببني في مصر مدرستي في ابتدائي، خلاني عشقت بلدي، فالمدرسة عليها عامل كبير احترام الأبوين طبعا، في حب الأرض الانتماء طبعًا بتزرع الانتماء طبعا، عندك حق. فاكرة أول هواية ليكي في المدرسة؟ الغنى. ما غنيتيش يا وفاء؟ قلتي لي كلمات الأغنية وما غنيتيش. لا ما معلش، الدنيا صيام وانت عارفة بقى، يعني مش عايزة الناس ودانها تتسد. لا بس لا وبقلت كتير في حاجات في الغنى، يعني كنت قلت صباح أقلد مثلا، بصي بتجيبين نفسك ماليش دعوة، قولي حتة بقى صافي. أقلد مثلا دنيا بتاعت بتناديني تاني ليدي، أيوة أنت عايزة مني إيه؟ لا صباح صباح عايزة صوتي يفتح بقى حتى بقى ساعات ساعات وساعات ساعات أحب عمري وعشق، كفاية بقى حاجات والله تحفة. وساعات ساعات 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 احب عمري، لازم تشوفوا وفاء دلوقتي. لا بتقلدها بجد، بجد. لا ما هي شحرورة الله يرحمها، كان ليها اداء جسدي معين، يا لهوي وجميله عظيمه طبعا، ايه الحلاوه دي. النجمه وفاء عامر، اول كلمه حب قلتيها او سمعتيها كان عندك كام سنه؟ خلاص بقى عشان عشان عمر قاعد. لا مش عشان عمر قاعد، انا اصل كلمه الحب عندي مش واحد واحده بس، الحب عندي حب كبير لكل حاجة، حب الأشياء حتى، بس اللهم لا تعلقنا بيها يعني. حب وانتماء للبيت اللي أنا عايشة فيه، حبي لأبويا الله يرحمه، أنا كنت بحب أبويا قوي، الله يرحمه ويحسن إليه، كنت أبوس إيده لحد ما مات، ولحد دلوقتي أنا ببوس إيد أمي. يعني حتى أنا ابني معلمة كده، يعني يدخل يبوس إيد أبوه، وساعات يبوس إيدي ساعات لأ ويبوس إيد جدته كده يعني. الحب ده عظيم، ما نقدرش نعيش من غيره طبعا. اول معجبه او معجب قابلوكي في حياتك تفتكريهم وتفتكري قالوا لك ايه؟ كنت ماشيه تحت الكوبري بتاع الهرم، وبيعمل لي باي باي، وانا اتلخمت من كتر ما انا مش مصدقه ان حد بيعمل لي باي باي، دخلت في العمود اللي في النص في العربيه، عملتي حادثه؟ مش مصدقه نفسي من لخمتك. كنت بعمل حاجه اسمها شارع المواردي، استاذ اسماعيل عبد الحافظ برضو، كانت 94 95 كده، بعد ليالي بعد الجزء الاخير من ما تتنسيش دي. تتنسيش. نجمه وفاء عامر، اول حاجه بتحبي تعمليها في اجازتك؟ اول حاجه ارتب دولابي، بحب دولابي مسطره بايديكي. ما حدش يعملهولك؟ نو. انا
ابقى شايله حاجتي بايدي عارفه مكانها، احط ايدي اطلع تيشرت، احط ايدي اطلع فستان. واول حاجه ممكن تصرفي فيها فلوسك جزم عمر. اول حد كمان تصرفي عليه فلوسك عمر صح؟ مش يعني مش دايما عمر قوي يعني، ممكن حاجات في البيت الادوات المنزليه. أول كل حاجة مع دنيا صلاح على نغم أف أم. النجمة وفاء عامر، أول لون تختاري تلبسيه؟ أول لون هم لونين، يبيض يسود، ودايما بيقعدوا يقولولي طب أحمر طب أخضر. لا لا، ده بتاع التصوير. أنت أكتر لونين بترتاحي فيهم؟ أبيض واسود. أبيض أو أسود. أول جايزة خدتيها في حياتك؟ لا أنا خدت جوايز كتير بس مش هقدر أفتكر، بس كان أول جايزة كبيرة كانت عن جسر الخطر، مشارك في بطولة جسر الخطر، كنت عاملة دور مهم جدا جدا، وجات لي تليفونات من قامات ورموز عظام وكبار يعني، وناس في العالم العربي ما كنتش متصورة يعني، مثلا من أهم النجوم اللي كلموني وقتها الأستاذ محمود عبد العزيز، مدام فاتن حمامة، مدام سميرة أحمد. كان مولد نجمة بجد وقت جسر الخطر الحمد لله. أول حد نصحك في الوسط الفني؟ لا كتير كتير، ناس طيبين وقعت في إيد ناس كتير كويسة في الوسط الفني، وناس كتير قوي أعترف بفضلهم عليا في المسرح مثلا، عشان مش عشان أنتي قاعدة، صلاح عبد الله، أحمد آدم، أستاذ محمد صبحي العظيم طبعاً. طبعا اللي احنا كلنا أنا وصلاح وأحمد تلامذته أصلا طبعا، يعني دول ده من الناس اللي مخلصة قوي وتفيد جدا جدا الناس اللي معاها. أول كلمة توصفي بيها زوجك المنتج محمد فوزي؟ الأستاذ. أول حاجة كنت حريصة على أنك تربيها في ابنك عمر؟ أنه يطلع زي أبوه، يعني أنا عايزاه يحمل كل مواصفات أبوه، مش بس الشكلية، هو شكل بابا شوية يعني، في نص مني ونص منه. ده حب، ده وفاء ما شاء الله. والله أنا ده أستاذي يعني، أنا لما أفضل أقول كده لحد ما أموت مش هوفي حقه، لأن أنا جوزي بجد راجل محترم، وبعتبر أنه نعمة من نعم ربنا علي أنه من علي بيه يعني. دايما يا رب يا رب. أول نقد عمر قالهولك في حياته؟ أول نقد عمر قالهولي في حياته قال لي مامي، يعني كان في اللبس يعني، كان مامي مش عايزك تلبسي كذا، ويعني الحقيقه انا بقيت مبسوطه ان انا عندي ابني ممكن يوجهني يقول لي اعملي كذا ما تعمليش كذا، وممكن يبقى في دور كمان يقول لي مامي مش بحبك تعملي الدور ده. يعني في حاجات كده. هو السؤال مش اول بس عايزه اساله، اكتر دور عمر بيحبه ليكي؟ اكتر دور كل ادوار يعني، عمر تقدري تساليه هيقول لك انا بحب لها مثلا ملك فاروق، لما رجع من المدرسه بيقول لي ماجستي، مثلا عفريت القرش، اتفرج طبعا على جسر الخطر بس ما كانش لسه اتولد وقت جسر الخطر، بيحب قوي كف قمر، بيحب لي الطوفان جدا جدا ما كانش بيسيب حلقه طبعًا، بيحب شطرنج، بيحب لا كل شغل حد. طب بمناسبه الطوفان عشان مش هينفع اعديه، اول تعليق جالك على منيره؟ لا كان من خيري بشاره ومن ريمو مقار حقيقه، المخرج والمنتج. المنتج قالوا لك ايه؟ قالوا لي، هم اللي قالوا لي مبروك، فانا قلت عادي يعني، انا بعمل الدور اللي عليا وبحب الادوار اللي انا بعملها وبخلص جدا لعملي، فانا عملت اللي عليا بس. لكن لا منيره كانت حاجه مفاجاه، مش عارفه اسميها ايه، بس هو دور رهيب. التعب يا دنيا، كل حد بيتعب قوي لازم هيلاقي قوي طبعا، يعني مفيش حد زي ما قلت بيركب عربيه مولود من بطن امه راكب عربيه، لكن يفكر يتعب يشتغل ينمي ما يحبطش ما يقفش امام فشل، هيعمل كل اللي هو عايزه. اول اكله النجمه وفاء عامر مشهوره بطبخها؟ اول حاجه خدت عليها قولي علقه من ماما كانت في المطبخ، كنا عندنا حصه برضو من ضمن الحصص اللي اعتقد انها اتلغت اسمها تدبير منزلي. تدبير منزلي طبعا، كنت في اولى اعدادي وتعلمت حاجه اسمها فطاير بسيطه، ودخلت بقى المطبخ وحطيت الدقيق وافتكر بقى ميس فاطمه وهي بتقولي والدقيق الهواء يتخلل ايدك وانت بتحطي الزبده، وادلق الزبده والسمنه، فيوميها اكلت علقه يعني، ماما دخلت لقيت المطبخ بايظ. لا بس خلينا نتكلم اول اكله بجد عشان الفنانه وفاء عامر طبخه هايله. لا انا بعمل كل الاكل، واحنا في رمضان ولازم تديهم تركايه بقى وفاء. بصي انا بعمل حاجه اسمها فول بالسجق. الله الله، يعني بصي بقطع السجقايه قد الفولايه كويس، وياخد تشويحه وتحطي الفول
اوكي ربع كيلو سجق عليها علبتين فول بعد ما يتشطفوا كويس, وطماطميه وفصين توم وبصلايه متشوحه معاهم, وتحطي كل الخليط ده في الفرن. الله لهوتي. الله يا خرابي. هي النجمه وفاء عامر قالت لكم سحور النهارده او فطار النهارده زي ما انتوا عايزين. بحط فلفل حراق بقى. أيوة. زي ما انت عايزه او فلفل بارد. اول طقوسك في رمضان الفانوس ليا او العمر؟ لازم لازم فانوس جديد لازم. واول يوم العيد بتقضيه ازاي؟ في وسط اسرتي طبعا, يعني ربنا ما يحرم حد من اهله يا رب يا رب, مع ابني ومع جوزي ومع امي ومع اختي في وسط اهلي يعني. وفي اخر الحلقه اول كلمه تحبي توصفي بيها اللقاء ده؟ كبرتي يا دنيا وعامله لقاء حلو وفرحانه بيكي حبيبتي النجمه وفاء عامر, نورتيني. كل سنه وانتي طيبه ورمضان كريم عليكي وعلى اسرتك يا رب, نورتيني. اول المشوار خطوه, واول الحب نظره, واول النجاح فرصه, واول حاجات كتير مع نجم كبير في حلقه جديده بكره. فاول كل حاجه مع دنيا صلاح عبد الله. باي باي. كل حاجة مع دنيا صلاح على نغم FM.